السلام عليكم. أنا شفت هذا صندوق الكرز وخلاص تخيلت كيكة فيها نكهة الليمون، عليها مربى كرز طبيعي وزينة بكرستين، والطعم حتى تصورته قبل ما أكله وطلع الحمد لله نفس اللي في دماغي. أنا كتبت المقادير لأني نسيت بعض المقادير، مستعجلة في البداية بشوف المقادير. الحين ما عندي خلاط كيك، في محضرات الطعام فقررت اني استخدمها. حطيت فيها 3 بيضات مع فنجان وثلاث ارباع فنجان سكر وضربتهم فيها لين تغير لونها شوية كذا على بيج راح. بعدين حطيت فنجان ونفس الشيء 3 ارباع فنجان زبدة بعد ما ذوبتها وضربتهم مرة ثانية في الخلاط. جبت كوب وربع دقيق، أخلطها مع ملعقة كبيرة بيكنج بودر وذرة بيكربونات، حطيت قشر الليمون والكمية كلها حق الدقيق اللي هي كوب وربع دقيق وخلطتهم مرة واحدة. أخلطوهم بالملعقة، راح تلاحظون إنه ثقيل، ما في مشكلة خلوه ثقيل عادي. صار ثقيل احط فنجان حليب واخلط، راح تلاحظون انه انقلب وصار خفيف عادي. الحليب ضروري يكون في النهاية مش في البداية، قبل الاخير. ندهن الصينية زبدة ونحط الخليط وادخلها في الفرن على حرارة 180 درجة 20 دقيقة بالكثير 30 دقيقة. الحين اسوي مربى الكرز، احط ملعقة سكر وربع اصبع زبدة وكرز اللي هي كوب كرز مقطع، واقلب على النار، نار عالية، وبعدين اهدي النار. ما يطول يمكن 15 دقيقة، أشوف قوامه كذا حلو خلاص أطفي أخليه يبرد تماما. هو الكيك بعد ما تستوي الكيكة أقلبها وأدهنها بالمربى وأزينها بالكرستين. بالعافية، إذا دقتوها ما راح تنسونها. بالعافية.